تحت رعاية جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه أنب جلالته صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لحفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة 11 بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع بالكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني. استهل الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. بعدها ألقى اللواء الركن بحري عبد الله سعيد المنصوري آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني كلمة بهذه المناسبة. يسرني في هذا اليوم الأقر ويشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والولاء والطاعة إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظ الله ورعاه على رعايته الكريمة لتخريج دورة القيادة والأركان المشتركة رقم 11. أن مسيرة العلم الحديث في مملكة البحرين انطلقت من رؤى جلالته العميقة بأهمية العلم ودوره في نهض الشعوب ورقي الأمم وبناء الدول، وإدراك جلالتها الراسخ بأن العلم أساس في بناء حضارات الأمم وفهم العالم. إن ترجمة رؤى وطموح جلالته كفكر نير ومستشرقا للمستقبل كان له عظيم الأثر إلى ما وصلت إليه قوة دفاع البحرين من التميز والاحترافية. ثم ألقى أحد الضباط الخريجين كلمة نيابة عن زملائه الخريجين، وبعدها ألقيت كلمة الضباط الخريجين عن المشاركين في الدورة من الدول الشقيقة، وبهذه المناسبة ألقيت قصيدة شعرية. يا سلام الله سلام انت ناقل هالركاب من ديار اخوان نوره هل السيف الشطير ناقلين من غل اصحابنا اللي ما تغاب عن المواقف اللي صاح النذير لين يصل للمنامه ويطرق كل باب عم شعب كل ابوهم لهم قدر كبير كلكم شعب وحكومه لكم منا اعجاب مجدكم يا اخوان نجله ما هو مجد صغير تمنون الخايف اللي يشوف المسراب وتمنون اللي من الوقت جاكم يستجير يجعل ربي ينشي مراويح السحاب فوق قبر ابو حمد يا امر الله كل خير اشهد ان خلف الحاكم اللي ما يهاب حاكم قاد المسيره ودربه مستنير يا حمد جدان كاللي يفكون الصعاب فعلهم يعرف اليجاهم اليوم الخطير واشهد انك في المسيره ما ضيعت الكتاب أشهد أنك عز دارك لليوم الأخير وأشهد أنك لا تركيت مركاك الشباب إيه سلمان الولد والأمير ابن الأمير في ذراكم يا ولي العهد شعب ما يخاب في ذراكم يا ولي العهد شعب ما يخاب أنتم لهم عز وانتهلوا ذبك الضرير وأشهد أنك يا خليفة ابن أحمد ما تغاب قايد القوة وعسر الأمر عندك يسير روسكم من فضل ربي على متر السحاب وفالملاقى جمعكم يغلب الجمع الغفير ولا زهمتوا من قريب ترانا الأصعاب سيفنا عند المواجه ما يرجع في الجفير كل شايب السعودية تراها على العاي العذاب لا دعا المواقف وجكم تستدير كل شايب من ولاة الأمر يرجع شباب باسم سلمان السعد حمل هذا المستجير لا ذكرت أبو فهد كأنه يقول الصعاب شارب فنجالها في ضحى اليوم الكبير لا ذكرت أبو فهد كأنه يقول الصعاب شارب فنجالها في ضحى اليوم الكبير المعادي قد منا بين ضرس وبين ناب دام سلمان الملك والولي رجل جدير إيه قلت محمد اللي طموح الهضاب ماخذ من راس أبوهم كان صكت ما يحير ما ذخر المعتدي كود قصاص الرقاب للقريب درع جنبه للعدى شر شرير الله يحفظ الملوك اللي يفكون النشاب والله يديم الخليج بعز لليوم الأخير. ثم تفضل سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع بتوزيع الجوائز التقديرية لأوائل الدورة وتسليم الشهادات على الخريجين من مملكة البحرين وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية مباركا ومهنئا سعادته لهم تخرجهم من الدورة بنجاح
متمنياً لهم الخير والسداد في خدمة أوطانهم.